اهلا بكم. النهارده تاني جمعه بتمر على رحيل الفنان الكبير والعظيم سمير غانم. تفاصيل كتيره جدا تابعناها مع حضراتكم، وبالتاكيد كلنا بندعي للفنانه دلال عبد العزيز بالشفاء والصحه، وخاصه انها حاليا في العنايه المركزه حتى بعد ما اصابتها بكورونا اصبحت سلبيه. 33 يوم بالضبط مروا على دخول دلال عبد العزيز للمستشفى بعد اصابتها بكورونا. فقدت خلال هذه الفتره شريك عمرها سمير غانم، وخلال كل الفتره دي ما تعرفش حتى اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها عن خبر وفاه سمير غانم. طبعا يعني دلال عبد العزيز بتعيش فتره صعبه من اول دخولها يمكن المستشفى بسبب اصابتها بكورونا في 30 ابريل اللي فات، وبالتحديد في نهايه شهر ابريل يمكن تسبب خبر دخول الاثنين سمير غانم ودلال عبد العزيز للمستشفى في حاله كبيره من الخوف لكل الناس اللي بيحبوهم. وكانت الايام التاليه لدخول المستشفى ليهم ممكن اكتر وجع وقلق عليهم هما الاثنين، وخاصه بالنسبه لسمير غانم اللي بعد كده طبعا دهورت حالته الصحيه بصوره كبيره وكلنا كنا بنتابع ده. علشان بعد كده نروح لتاني محطه فارقه كده زي ما بنقول في حياتهم خلال الفتره الاخيره، وهي يوم 20 مايو اللي فات ورحيل الفنان سمير غانم بعد اصابته بكورونا. ويمكن ده الخبر اللي كان مفاجئ لكل الناس، ترك بالتاكيد حاله حزن كبيره حتى الان. علشان بعد كده بعد هذا الخبر بتتواصل معاناه دلال عبد العزيز مع نشر ايمي سمير غانم صوره مؤثره جدا من خارج غرفه والدتها، الغرفه داخل المستشفى اللي بتتعالج فيها من تبعات الاصابه بفيروس كورونا. واحتوت هذه الصوره على عباره مؤثره جدا مكتوبه على ورقه ومتعلقه على الباب الخاص بالغرفه: المريضه لا تعلم اي شيء عن زوجها. دي الجمله اللي كانت مكتوبه، طبعا بالتاكيد في اشاره لعدم اخبارها بوفاه الفنان سمير غانم زوجها، ودي الصوره اللي بحكي لحضراتكم عليها. بالتاكيد اخبارها باي شيء او بخبر زي ده هيؤثر على حالتها النفسيه وتدهور حالتها الصحيه كمان. في مصادر كتير بقى بتقول انه الحاله الصحيه لدلال عبد العزيز فيها تطورات ايجابيه متعدده في الساعات اللي فاتت، وكمان انه الاطقم الطبيه المشرفه على علاجها بيوصلوا متابعتها لحظه بلحظه لحد ما يتم شفاها على خير. كمان في العديد من الفنانين وفي مقدمتهم نهال عنبر بيتابعوا الحاله الصحيه لدلال عبد العزيز اول باول، مش بس كده كمان بيطالبوا جمهورها ومحبيها بدعاء ليها بالشفاء. دلال عبد العزيز بعد مرور أكتر من 30 يوم على دخولك المستشفى ومتابعة كل المحبين ليك لحالتك الصحية، بنتمنى تكون بتوصلك دعوات المحبين الطيبين، وإحنا كمان بنتمنى ليك عاجل الشفاء والقوة على تحمل الابتلاءات. شكرا لمتابعة حضراتكم وإلى اللقاء.